ورشات الرسم يا رومبا؟ لا، سوف أبحث عنها يا روزي. لديك أغراض كثيرة هنا يا رومبا. هذه ليست أغراضاً، إنها أشياء مميزة. كيف جاءت هذه إلى هنا؟ شكراً. كل هذه الأغراض مميزة؟ لم يعد لديك أي فسحة. واو، صفحتي. أرجوحتي، عندي أشياء مميزة كثيرة، ولكن ماذا أفعل بهم؟ اسمع، اختر الأشياء التي لم تعد تستعملها وأعطها لغيرك. أعطي أغراضي لغيري؟ أجل، قدمها كهدايا. حسناً، يمكننا أن نجرب هذا. يا أصدقائي، معي كيس من الهدايا. من يريد؟ ياه، طائرة! شكراً يا رومبا. ما مناسبة الهدايا؟ رومبا يهدي ألعابه التي لم يعد يلعب بها. أنت حقاً كريم جداً يا رومبا. إهداء الألعاب فكرة رائعة يا روزي. أرزا، أهلاً، خذي هذا يويو. رومبا، أنت أرنب كريم جداً. لمن يمكن أن نقدم هدية يا روزي؟ لحن جميل. أنت تعرفين ألحاناً كثيرة يا بلبلة. هذه الآلة عزيزة عليك، أليس كذلك يا بلبلة؟ كم أحب آلتي. أعزف عليها جيدا. اسمع. هيا تفضل، هذه مني إليك. شكرا يا رومبا. ما رأيك يا كمون؟ يقصد شكرا. من يريد هدية؟ يا لها من مفاجأة جميلة. أغراض رومبا كثيرة بالنسبة إلى أرجوحته، لهذا أنا أهدي بعض ألعابي. كم أحب الهدايا. ما هي هديتي؟ طبعاً ليس عندك أفضل من هذه. على العكس يا بلبلة، انظري. هل ستهديني صفارتك؟ هذا رائع، لي أنا يا رومبا؟ حسناً، أنا... الصفارة لا يا رومبا، إنه يهدي الألعاب التي لم يعد يحتاج إليها. أرجوك. تفضلي يا بلبلة. لا أظن أن هذه فكرة جيدة. واو، شكراً يا رومبا، سأعزف عليها بشكل أفضل من آلتي. هل أنت بخير يا رومبا؟ إنها مجرد أغراض. انظري إلى بلبلة كم هي سعيدة. والآن صار بإمكاني أن أعود إلى أرجوحتي الجميلة. أما بلبلة؟ بلبلة! رومبا، شكرا جزيلا على صفارتك. الواقع أنا أهديتك الصفارة، ولكنها لعبتي المفضلة. أفهم تماما ما تعنيه، إنها رائعة. وبما أنني أعطيتك إياها، لم يعد عندي ما أعزف عليه. مسكين يا رومبا. تفضل، هذه لك. آلتك يا بلبلة؟ نعم، لم أعد أحتاج إليها، صارت عندي صفارة مدهشة. سأعزف عليها لفكري، تعال واستمع إلي. رومبا، أنت هنا؟ ما الأمر؟ طلبت من بلبلة إعادة صفارتي. وماذا قالت؟ أعطتني هذه بدلاً عنها. أنا لا أريد آلتها، أنا أريد صفارتي. ولكن يا رومبا،
أنت أهديتها، لم تعد صفارتك يحق لبلبلة أن تحتفظ بها. تقصدين لم تعد لي للأبد؟ أوه يا رومبا، أنا آسفة جداً. لقد أهديت كل أشيائي المميزة. أرزا، إنها غلطتي. أنا طلبت من رومبا أن يوزع بعض ألعابه، لكن لم أقصد أن يتخلى عن أكثر شيء يحبه في حياته، صفارته. أتمنى أن أستعيد صفارتي يا فكري. وأنا أيضاً يا رومبا. ما زالت معي هذه على الأقل. أليست هذه آلة بلبلة؟ هي أعطتك إياها، لكنها الآلة المفضلة لديها. إنها فعلاً مفاجأة. آلتي! كفى! أنت تعزف بشكل خاطئ، لن تصدر ألحاناً جميلة. أعزف بشكل خاطئ؟ ماذا عن عزفك على صفارتي؟ تنفخين فيها بشدة. لا لا أفعل. لا بل تفعلين. لماذا لا تتبادلان الآلات وتعلمان بعضكما الطريقة الصحيحة؟ نتبادل؟ تعني أن أعزف على صفارتي من جديد؟ عليك أن تنفخي بلطف هكذا. رومبا، لقد استرجعت صفارتك. أنا وبلبلة تبادلنا. ماذا في العلبة؟ أتذكر الألعاب التي أهديتها؟ ليس عدلاً ألا تتمكن من اللعب بها، لذا وضعناها في هذه العلبة. وهكذا تلعب أنت أيضاً معنا، وتحافظ على الفسحة في الأرجوحة. سأطير الطيارة من جديد، لكن هذه لم تكن لي. وضعنا كلنا ألعاباً لنتشارك فيها معك يا رومبا. علبة الألعاب المشتركة. أوه، شكراً يا روزي. علبة الألعاب المشتركة فكرة رائعة. جيد أنك أحببتها. وأعرف أين يمكن أن نضعها. ترى أين؟ في سريرك طبعاً. رومبا، كنت أمزح. لنضعها قرب باب بيت الألعاب لتكون قريبة من الجميع. فكرة رائعة يا روزي، فكرة رائعة. ضربة موفقة يا لين. شكراً يا روزي. نقطة لكرز ولين. رائع. هل حان وقت الطعام يا روزي؟ ليس بعد يا بينون. هيا يا روزي، دورك الآن. نحتاج نقطة. بلبلة، ماذا تفعلين عندك بالأعلى؟ أنا أنظف. صديقتي بطة ستزورني، أريد أن يكون المكان نظيفاً. بطة بطة بطتي! يا بلوطات، ماذا تفعلون؟ عمل بلبلة لا ينتهي أبداً. آسفة. رائع. نقطة لكرز ولين. ياي، سوف نفوز. لن تفوز أبداً طالما أنا هنا، انسوا. لو كسب هذه النقطة فسوف يفوزان. عندها سآكل قطعة حلوى لذيذة من حلوى روزي. حسناً، إليكم أفضل ضربة عندي. أسرع. أين الكرة؟ لا 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 أعرف، لقد اختفت تماماً. هل يعني أن وقت الحلوى قد حان؟ هيا يا بطة، ترى أين أنت؟ بطة بطة بطتي! أخيراً، بطة بطة، أهذه أنت؟ ما هذا الشيء؟ بيضة بيضة بيضة! أوه، ها
هذا صحيح، هناك بيضة في العش. ماذا سأفعل بها الآن؟ بيضة بيضة بيضة. بلبلة بيضة، كم هذا جميل. حقاً؟ لكن ماذا أفعل بها؟ تجلسين عليها طبعاً. ليست مريحة جداً، ماذا أفعل الآن؟ ابقي مكانك يا بلبلة، تؤدين عملاً هاماً بجلوسك على البيضة. سأطلب من الجميع أن يحضروا لك ما تحتاجين إليه. أوه، مثل ماذا؟ مثل الطعام والشراب وكل ما تريدين. بيضة بيضة، حلوة حلوة، طعام وشراب. كفى إزعاجاً يا بلوطات، بلبلة في حاجة إلى الهدوء. اذهبنا وأخبرنا الجميع بحاجتنا إلى المساعدة. ولكن فعلاً أنا لا أفهم، أين يمكن أن تختفي؟ قد تساعدنا بعض قطع الحلوى على التفكير. فكرة جيدة يا بينون. تعالوا تعالوا تعالوا. ما الحكاية يا ترى؟ بلبلة بيضة بيضة. بيضة بلبلة. فكري فكرة. هيا بسرعة، بلبلة في حاجة إلى المساعدة. ولكن ماذا عن الكرة الضائعة؟ وماذا عن قطع الحلوى؟ هل أنت بخير يا بلبلة؟ متعبة جداً وجائعة جداً. لا تشغلي بالك أبداً يا بلبلة، سنأتي إليك بكل ما تحتاجين إليه. هل تريدين قطعة حلوى؟ يم نعم، لقمة منها قد تساعدني. وأنا أحتاج الماء. سآتيك بالماء. وأيضاً المكان هنا غير مريح. سأحضر وسادات وألعاباً. أحتاج إلى بعض الألعاب. ستأتي حالاً، تعالوا جميعاً. هل يمكن أن نبحث عن الكرة الضائعة؟ فيما بعد، هذا الأمر مهم. حسناً، دورك الآن، وأنا أحتاج نقطة للفوز. وعندها نستطيع أن نأكل قطعة حلوى؟ بالتأكيد. أوه، هيا يا رومبا. بلبلة، أنت تتحركين؟ أوه لا، مرة أخرى. كواك كواك، ها هي. إنها تتجه صوب فكري. أنت سترافقينني. أمسكتها. واو، أحسنت يا روزي. هذه هي كرة المضرب. ماذا؟ نعم. هل البيضة بخير؟ أنا آسفة فعلاً يا بلبلة، لقد حصل سوء تفاهم بسيط. يبدو أن البيضة ليست فعلاً بيضة، إنها كرة المضرب التي أضعناها. لا أصدق هذا. أي أنك كنت تجلسين على كرة المضرب. كان هذا الأمر مملا جدا. في يوم ما ستكون عندي بيضة، أما الآن من يلعب معي؟ اقترب اقترب، تعال وجرب عصيرنا الطيب. يمي. يبدو لذيذا. عندنا عرض مميز اليوم، كل صديق يساعدنا في ترتيب المنزل يحصل على العصير مجانا. لا أحب الأعمال المنزلية، ولكن العصير يبدو شهيا. رائع، متفقون إذن. ستحتاجون إلى هذه. نسيت هذه. شكرا.
أليس عندك ما تفعلينه؟ بالطبع، لكن أنا سأقوم بتنظيف نوافذ المنزل الخلفية. لا تنسى الممساحة. شكرا. هذه هي مشكلة النوافذ، تنظفها من هنا تتسخ من هناك، فما الفائدة إذن؟ لذيذ، سعدنا بالتعامل معك. وأسعدني أيضا. يا بلبلة، لم أقصد إيقاظك. إيقاظي؟ لم أكن نائمة، كنت أريح عيني في الواقع. كان يومي متعبا للغاية، كما أنك تسير بسرعة كبيرة. أعرف، أليست سيارتي رائعة حقا؟ لا، بل هي متسخة، تحتاج إلى التنظيف. أنا لا أنظف. يبدو العصير لذيذا، من أين أحضرته؟ إنه من حديقة روزي ورومبا. سأذهب إليهما. لكن لن تحصل عليه مجانا. بلبلة محقة، سيارتي متسخة فعلا. ربما فكرة روزي ورومبا تناسبني، لكن ماذا سأعطي؟ من سيساعدني في التنظيف؟ أعرف كيف أنظفها بدون أن أحرك أصابعي. من هذا؟ إنه كرز، ترى ماذا يريد؟ سنعرف حالا. شباب، أهلا بكم جميعا في متجري. وماذا تبيع؟ لا أرى شيئاً معك. هذا لأنه ليس كأي متجر عادي. متجري رخيص جداً ويوصل البضائع مجاناً. واو، كل ما عليكم هو المساعدة في تنظيف سيارتي، وسوف أرسل لكم تفاحة شهية طازجة جداً. إذاً من منكم يريد عرض الشهي؟ تفضلوا، وأرجوكم نظفوا بمهارة. ولكن هذه فكرتنا، وهؤلاء هم زبائننا. كانوا زبائنكم، لنذهب ونقفل المتجر. هل هذا يعني ما أفكر فيه؟ الترتيب ليس ممتعا عندما نكون اثنين فقط. أعرف يا رومبا، أعرف. إنها حامضة. إنها ليست ناضجة. إلى أين هم ذاهبون؟ لا أعرف، لكنهم يبدون غاضبين. هيا بنا لنلحق بهم ونعرف. أسرع أسرع يا سيارتي. هذه التفاحة حامضة. وتفاحتي. لكنها تبدو جميلة، لا يمكن أن تكون حامضة، لابد أنكم تتخيلون. بلبلة؟ بلبلة لم تتذوق تفاحتها بعد، فهي كانت تريح عينيها. لم أكل في حياتي أسوأ من هذه التفاحة المرة. أهذا جزاء العمل الشاق الذي قمت به لأجلك؟ عليك أن تعوضنا الآن. لكن لا أعرف كيف أعوضكم، ليس معي إلا التفاح، الكثير منه. خطرت لي فكرة، لما لا نتشارك ونضم متجرينا؟ نعم، أنا موافق، لكن ما الجيد في هذا؟ هذا التفاح ليس لذيذاً وحده، لكن إذا عصرته وأضفت إليه عصير المحلى بالعسل
سنحصل على عصير تفاح حلو. ونستعمل دراجتك في التوزيع المجاني. رائع، شكرا يا روزي ويا رومبا. طازج يا عصير. تفضلوا، أتمنى أن ينسيكم هذا مذاق التفاح الحامض. أظننا نجحنا يا كرز. نجحنا بالفعل.